حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع. أهلا بك سيدي. التسجيل الصوتي بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم وأمين عام جمعية الوفاق المنحلة مثل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي طبعا. ما تعليقك حول ما جاء في مضمون التسجيل الصوتي؟ شكرا لك، وبداية دعيني أنتهز هذا اللقاء وأبدأ مما هو الآن على وسائل الإعلام أخبار عاجلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يأمر بإرسال طائرات استضافة الحجاج القطريين كافة وإجراء يعني مراسم الحج مجانا وعلى نفقة الملك سلمان وافتتاح المعبر البري القطريين دون الحاجة إلى تصاريح إلكترونية. هذا إن دل فهو ليس بغريب الكرم والجود من الإخوة والأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وخصوصا الملك سلمان. أعود إلى سؤالك الكريم، يعني كم هي كبيرة مملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا بصبرها على كل هذه المؤامرات التي حاكتها قطر حكومة إرهابية وتحديدا حمد بن جاسم والحمدين. من أجل من؟ من أجل إيران. وهذه المكالمة هي فضيحة تاريخية بالنسبة لنا وللتاريخ المجلس التعاون الخليجي. لكن أطرح سؤال مهم جدا، بعد هذه الفضائح وهذه الوثائق التي من حين إلى حين تسرب وتهجم قطر تحديدا على الشقيقة الصغيرة والكبيرة مكانة في قلوبنا كخليجيين البحرين، كيف سترد قطر على هذه التسريبات؟ حقيقة يعني تنسيق نشاهده عالي المستوى من حمد بن جاسم وحمد بن خليفة في زعزعة واستقرار البحرين، عار جديد يضاف إلى التاريخ السياسة القطرية الإرهابية. كل هذه البراهين والحقائق التي تقدمها الدول المقاطعة يقابلها انحطاط إعلامي قطري كبير بنشر الشائعات وإساءات الألفاظ على دول الجوار وإشغال الرأي العام وتشتيته. يعني لو نتحدث بكل صراحة، يعني هلكت قطر باستخدام المال والإعلام الكاذب في الابتعاد عن القضية الرئيسية، ونحن نشاهد دلائل واضحة. لم نجد أي رد قطري لحد هذه اللحظة. في هذه المرحلة يروج النظام القطري بأنه منتصر وهو على حقية في ذلك، لكن لا يراعي مشاعر الشعب القطري الذي بدأ بكل صراحة يستنفر. وهناك يعني عمليات اعتقالات داخل البيت القطري والعائلة القطرية الحاكمة. إذا نحن أمام منحنى تاريخي عظيم جدا ومهم لدى قطر وحكومة قطر والشعب القطري أيضا. لكن ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة؟ أعتقد قطر يعني ستدخل الشعب القطري والمنطقة بمنحنى صعب جدا بعد استدعائها لكتائب وجنود يعملون متخصصين في عمليات الفوضى والانتفاضات والمسيرات من تركيا وإيران. نعم سيد عبد الله، في اعتقادك كيف يمكن مواجهة هذا التآمر القطري تجاه الدول التي تستهدفها طبعا إعلاميا؟ تكلمنا اليوم بأن هذا التسجيل الذي تم كشفه هو صدمة ليس فقط للقيادات ولكن حتى للشعوب العربية والخليجية وربما للشعب البحريني تحديدا. دعيني أشير إلى نقطة مهمة جدا. ربما أنا وأنت وكثير من المثقفين كانوا على يعني لا أقول غفلة، ولكن لم نكن على اطلاع كامل بالحقائق والمؤامرات التي كانت تعملها قطر خلال 20 سنة. إن دل هذا على حلم وصبر الأشقاء من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، واعتبار أن هذه الأزمة هي أزمة داخلية ما بين الأشقاء وما بين الأخوة في البيت الخليجي. لكن الآن الموضوع اختلف تماما، أخذ مسارا آخر.
نعم اخذ مسارا اخر، الشعوب الخليجيه اصبحت على علم تام وانصدمت بما نعم يمثل به هذه الحكومه، متمثله فقط في الحكومه القطريه وليس في الشعب القطري الشقيق. الصغيره جدا تعمل على مثل هذه المخططات العظيمه جدا في دعم الارهاب ودعم المنظمات المعارضه وقلب الانظمه الحاكمه في دول المنطقه. وربما نحن نشاهد هذا التسريب الذي يضر بامن واستقرار المملكه البحرين الشقيقه ليس هو الاول، لكن دعيني اشير الى نقطه مهمه جدا. اذا كانت قطر يعني تستطيع الان تمويل المخططات الداعمه للاعلام الكاذب والمروج للحقيقه الواقعيه في الداخل القطري، هذا المال سوف تدفع قطر اكثر من نصف الميزانيه الاحتياطيه لديها، وهذا ما انعكس خلال مؤشر التقييم للمركز البنك المركزي القطري بثلاث نقاط وانخفاض الاحتياطي الاجنبي الى اكثر من 30%. وايضا نشاهد هناك بنوك سويسريه تعمل على تخفيض يعني معدل البنوك القطريه او الريال القطري. نعم اذا امام انهيار حقيقي اذا استمرت قطر في الاتجاه غربا وشرقا، سوف تعمل على انهيار المنظومه الاقتصاديه والمركز المالي القطري، وهذا ما سيعكس هذا ما حصل حاليا على الشعب. نعم. من دبي الاعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.